أرجو أن تتفضلوا بكلمة تبين فيها مسؤولية الرجل نحو أسرته، ولا سيما إذا كان ذلك الرجل متعلم ويقوم بفرائض الله. الواجب على المسلم نحو أسرته أن يقوم برعايتهم لأنه راع عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويربيهم على الخير. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوا أولادكم بالصلاة لسبع فاضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل راع على أهل بيته من زوجاته وأولاده ومن تحت يده، ومسؤول عن رعيته بأن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويعلمهم ما ينفعهم، وكذلك بأن يربيهم تربية حسنة ويبعد عنهم وسائل الشر ودواعي الفساد من الأشرطة الماجنة والأفلام الخليعة والصور الماجنة وغير ذلك والكتب السيئة والمجلات وغير ذلك مما فيه سوء، إلا الشيء النافع من المجلات أو من صحف أو غير ذلك ما فيه فائدة. وكذلك عليه أن يخالقهم بخلق حسن لأنهم أولى الناس ببره وعطفه وإحسانه، ولا يغلب عليهم بغير حق ولا يعنف عليهم بغير حق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.